بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية والزراعة عموما. أهلا وسهلا بحضراتكم، والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن إزاي تصنع الحديد داخل المنزل. أولا مفيش حاجة اسمها تصنع الحديد بتاعك داخل المنزل، زي الإخوة ما عاملين على اليوتيوب إن في ليمونة حاطين فيها مسامير وتيجي بعد أسبوع تطلع المسامير وتعصر الليمونة وكده أنت عندك سترات حديد، والكلام الفاضي اللي لا أساس له من الصحة ولا من العلم، تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية الحديد المظبوط يا جماعة، أو ده حديد مظبوط مثلا، ده حديد تمام؟ ده حديد. الحديد ده انتاج مثلا شركة يار، مش شركة يار، اي شركة تعجبك، ولكن من الشركات المميزة يعني، بتعتبر من الشركات العالمية الشركة دي، تمام. ده مثلا عناصر صغرى، دي مثلا عناصر صغرى، تمام، عناصر صغرى الحديد ومنجنيز وزنك والليلة دي كلها، تمام، والعبوة بتاعتها اللي هي الكوكتيل دي، تمام، كوكتيل اهي، تمام، دي بتاعت شركة يار برضه، تمام. طيب الحاجات دي موجودة عندنا بسعر رخيص جدا، مش عندي أنا، في السوق يعني، تمام، وبأسعار زهيدة جدا، والمعدل بتاع الحديد ده هو نص جرام في لتر المية، تمام، وبترش على النبات. في حديد يا جماعة ثنائي الغرض، في حديد بترش في جزء بترش على النبات، تمام، تسميد ورقي، وفي حديد أصلا للجذور، تمام. فلو جينا مثلا على المصادر بتاعت الحديد، يعني ايه مصادر الحديد بالراحة كده؟ مصادر الحديد زي حاجة زي مصادر البروتين مثلا. لو جينا للبروتين، في بروتين نباتي وفي بروتين حيوان. البروتين الحيواني بتمثل في اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والأسماك والبيض، كل دي تمام. طيب البروتين النباتي هتلاقيه مثلا في النباتات البقولية وعلى رأسها فول الصويا اللي بصنعه منه اللانشون والحاجات ده، هتلاقي القصة فيها بروتين. طب لو جينا لمصادر الحديد بقى، ده القصه بتاعتنا، هنلاقي مثلا حديد فيه سلفات حديدوز اللي احنا بنضيفها في الخدمه، واللي تعبنا واحنا بنقول ضيفه في الخدمه، 15 من 15 ل 25 كيلو جرام للنبات، مخلوط مع الماده العضويه والسوبر فوسفات والكبريت والكلام ده كله، تمام. او ان احنا يكون فيه على صوره ايدها وفي صوره ايدتا، او في مخلب على احماض امينيه، وفي حديد طبعا بيبقى على السكريات الكحوليه واللي بيتكلموا عنها كتير اليومين دول، واللي هي بتعتبر طفره جديده في عالم المغذيات، تمام. طيب عشان ما نضحكش عليك، لان معظم الناس اللي بتزرع في الحدائق المنزليه بيقولوا اساسا ان احنا ما عندناش للاسف الشديد النبات عندنا، ما ينفعش يا جماعه، لانكم ماشيين ورا الخزعبلات، ماشيين ورا الخزعبلات. فعشان كده الحضرات يا ريت كل واحد يلتزم ويعرف هو بيعمل ايه. طيب هلاقي في التعليقات انا جربت القصه وعملت لها، احكي لك قصه بسيطه بس خلي بالك طويل معايا واسمع الفيديو للاخر. انا كان عندي سواق، كنت عشان اطلعه زمان لما كنت مهندس لسه صغير، عشان اطلعه وادي له نقل الديزل اللي بيفوت من الفيتات، كان يعمل لي مشكلة كبيرة جدا في يوم راحته، بالذات يوم الجمعة. فالمهم يعني كان عندي، هو الراجل كان بياخد برشام من اللي هم سموه ايه ده، فاحنا طبعا ما نجيبش البرشام ده ولا نعرف والله. فواحد قال لي هو طريقه البرشام ده، فقلت له خلاص خد اسبرينا يعني، والله على ما اقول شهيد ده حصل. قلت له خد اسبرينا ورش، حطها له في ورقه كده واديها للراجل. الراجل فعلا بياخد اسبرينا، وعقله الباطن مفكر ان هو هباب من اللي هو بيتعاطاه ده، فبيشتغل طول النهار بنص ايه، بنص اسبرينا، تمام. هو ظروفه كده يعني. انا طبعا يعني بعمل له اوفر تايم عشان بس ما حدش يقول لي ايه انت بتظلم الراجل يعني، لا والله. بس هو فانت عقلك الباطن كذلك لما بتحط الليمونه والكلام ده، ده النبات عندي بقى كويس. يا جماعه الخير، النبات بقى كويس منين؟ لو ادى الحصاد كويس يبقى كويس، ولكن لو ادى الحصاد مش مظبوط، لان انت قد يكون عندك نقص عنصر. في الاخوه اللي هم عاملين الفيديوهات ديت اللي بيقولوا ده، هو اللي بيقولوا دي، انا بقوله واحد في المغرب، بقوله اثنين ثلاثة في مصر، بقوله واحد في سوريا وجايب مليون مشاهدة، تمام. واذا شفت واحد بيكلمك عن اعمل لي لايك وسبسكرايب والليلة دي، اعرف ان هو مش غرضه خدمة الناس، هو غرضه المشاهدات، عشان بياخد عليهم فلوس، وفلوس كويسة جدا، تمام. عشان كده يا جماعة الخير يعني ياريت يعني زي ما بيقولوا زمان، دي نقطة وديت نقطة، تمام؟ أقرب المسافة بين النقطتين إيه؟ الخط المستقيم. أما هعمل خط منحنى هيبقى بعيد، هعمل خط منكسر
هيبقى بعيد، يبقى اقرب مسافه بين النقطتين الخط المستقيم. هكذا انت ايها المزارع او ايها المزارع او محب الزراعه، يا ريت نلتزم بالحديد ونعرف ان في حديد بيمتص عن طريق الجذور، في حديد بيمتص عن طريق الاوراق. الا عن طريق الاوراق يشترط فيه ان اساسا الجزيء بالحديد يكون اصغر من الـ 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 اصغر من الـ 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 الثقوب او الصغور اللي في الورقه. الصغور اللي في الورقه دي، انت النهارده لو جبت عدسه وبصيت على ايدك كده هتلاقي فيها ثقوب. الثقوب دي لو انت لا قدر الله يعني ربنا عافينا جميعا، لو انت طبعا عظامك بتوجعك، اعصابك بتجيب لك مرهم او كده بتدهنه، المرهم ده بيدخل العظام عن طريق ايه؟ عن طريق الصغور. هكذا الاوراق بتاعت النبات. ال 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 العنصر الحديد ده لما بنرشه بيدخل للنبات عن طريق الثغور ده هي. فلو الحديد ده الجزيء بتاعه كبير لا يمكن يدخل في الثغور ده هي. هكذا اذا كانت اللي بيقولوها صحيح سترات الحديد، وسترات الحديد انا بسيب لك التركيب بتاعها موجود، ممكن تقراه وتطلع عليه وتعيش معاه كويس جدا علشان ما حدش يضحك عليك. باختصار شديد، كل ما بيتكلم على الحديد بان هو يتعامل بسلك المواعين او يتعامل بالمسامير في الليمونه، كل دول ناس للاسف الشديد وبقولها بحرقه يعني كذابين ولا يفقهوا شيء في الزراعه. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.